المسيره مع النادي الاهلي، احكي لي شويه، هل كنت متوقع يا شادي انك تصل الى هذا المجد، الى هذه البطولات، الى الانتصارات، الى الكؤوس، انه اسمك يبقى كابتن النادي الاهلي وانت بتشيل الكؤوس في كل انحاء افريقيا وفي مصر؟ في الاول، اول يوم دخولي النادي الاهلي انا كنت مرعوب، مرعوب ها؟ حرفيا مرعوب. مين استقبلك بقى اول حد؟ مين اللي شكل عليك شويه؟ مين اللي كان جدع معاك؟ انت قريت دماغي. قول لي قول لي. اول واحد علي ماهر. علي ماهر. انا جيت بقى كان موجود الكابتن حسام وابراهيم وكابتن نادي خشبه، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن ياسر ريان، علي. كان جيل عظيم، واخد 7 دوري. علي ماهر من اخف دم ده الناس مش طبيعي، طبعا مش محدش طبيعي. عارف القصه دي. استلمني وانا مش عايز، لسه بجس النبض، مش عايز، ايوه انا عايز اقف معاه بس خاف حد يزعل، لسه ايوه صغير بقى ايوه فمش عايز اي حد يزعل. فعلي ماهر وكابتن وليد صلاح الدين برضو، وحضرت الجيل ده بنى فيك، وده كان الجميل في البدايه. انا ما حسيتش بقى، انا رغم ان انا خايف ومرعوب بس حسوني ان ده ناديه. بنوا ثقافه الانتصار من بدري قوي في التمارين، ما حبوش احكي يخسروا. لي علي عمل ايه معاك؟ علي كنت لابس قميص كده مشجر، ايوه راح جاي عنده، كنا مسافرين رومانيا المانيا اول معسكر، فجاء عند ودني كده في المطار قال لي انت مش لابس ليه؟ قلت له يعني قال لي ايه البيجامه اللي انت جاي؟ والله العظيم ايوه قلت له بيجامه ايه ده؟ ده قميص. قميص. ده قميص. قال لي بس ما جبتش البنطلون بتاع البيجامه. ايوه فقلت ايه البدايه دي؟ ده بس صعبه. فبس هو دمه خفيف جدا علي مش عسل طبيعي. شربات. وابتدوا بقى يدخلوني جوه الفرقه، رحنا المعسكر، كان في لعيبه في المنتخب انضموا لنا بعد كده. فدخلت بقى ايه على الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. ايوه يا نهار اسود، يا نهار اسود، ليله صعبه. يا نهار اسود. قعد كده دخلت عليهم، كانوا هم لسه جايين، كان كانوا مين بيلعبوا كاس كابتن تيم ساعتها؟ حسام في النادي، كان الكابتن ابراهيم ابراهيم، وفي منتخب. المنتخب حسام حسام. مظبوط. المهم دخلت عرفت اللي هم جم من السفر، كانوا في المنتخب، اي قلت ادخل طبعا ما يصحش. دخلت يوم ما بيقعدوش مع بعض اصلا، اللي لا انا ما عرفته بيقعدوش مع بعد بعض. لا كده، لا 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 فعارف قاعدين مش طايقين بعض بس قاعدين. بص، اتنين بيعشقوا بعض دي حقيقة، بس لا يقعدوا في اوضه ولا تلعبهم مع بعض ولا أي خالص. حاجة لا خالص. لا لا خالص. المهم دخلت، مساء الخير يا كابتن، سلم عليا الكابتن حسام الأول، وبعد كده الكابتن إبراهيم، وبعد كده كان في حاجة غريبة جدا يا كابتن، هو جايبين سماعة أصغر، المفروض أنت تجيب سماعة تسمع أغاني، بس سماعة هي قد كده مش عارف. فدخلت سلمت عليهم، وطوا شوية البتاع، بعد كده سلمت عليهم. فانا خارج بقى ايه، هو بيسمعني بس مش مبين يعني اللي هو ايه، قال له الولد ده مؤدب، راح جاي ده الكابتن حسام اللي بيقول لابراهيم. قال له لا هيقعد معايا في الاوضه خلاص. لا انا بتهزر خدت قرار، اه من والله العظيم اول يوم. سامحه من اول. حسام قال له انا خدت قرار يقعد لا معايا في الكابتن ابراهيم قال له ابراهيم. هيقعد معايا خلاص بس، و اتخانقوا عليك الاثنين؟ لا ابراهيم قال لك هيقعد معايا في الاوضه خلاص خلاص، وبعد اي معسكر انا معاه خلاص هيتشال انا معاه على طول. انتهت يعني خلاص. من بس ساعه دخلت بقى النادي مع ابراهيم بس حسن. حصل لي بقى معاهم مواقف بقى ما احكي ينفعش، ينفع نحكي طيب اول حاجه معسكر؟ حاجه يا حاجه نهار كده اسود يا حاجه كابتن، كده حاجه حاجه اجمد تتحكي. اجمد موقف، هو حتى اللي بيحبه لحتى الان لما بيشوفني ده هو، ابراهيم. والله اول ما يشوفني يضحك، يفتكر الموضوع، ايه يحبني احكي الموضوع ده. احكي. رحنا كان ماتش في المغرب، كنا في معسكر، وبعد كده رحنا ماتش طالعين على المغرب. كويس. فانا ده افريقيا مع الاهلي. كان اللعيبه الصغيره بتشيل الشنط والكلام ده كله، حضرتك عارف بقى، ايوه ده احنا طلع عينينا في يا شيل نهار الشنط ده. اسود انت اصغر. بقى كنت بتشيل الشنط، انا بقى كنت بشيل الشنط وبعمل الشاي دي حقيقة. وبغسل او رب العز، بس كنت بحب بس دلوقتي للامانه. مفيش الكلام ده. لا انا دايما كنت، انا كنت اروح اقعد مع كابتن اكرامي ربنا يديله الصحه يا رب. انا كنت مجنون بحاجه اسمها اكرامي، مجنون. انا كنت مجنون وانا صغير بحاجه اسمها اكرامي، دايما كنت بحكي ان انا بشتري الصور بتاعته فسافرت معاه، كانت اول سفريه نيجيريا. فرحت، انا متاسف قطعتك. لا 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 اتفضل. فخدت، فدخلت عليه الاوضه، هو كان بيعاملني معامله غير عاديه بصراحه يعني. فلقيته قاعد وهو بيحب يلعب كوتشينه، بيحب يشرب شاي، كان في الكاتل بتاع زمان ده بتاع الشاي، عامل لنا شاي، قام عامل الشاي بتاع. وبعدين في الاخر ايه، كان اللبس بقى بتاع التمرين لما معانا، عامل اوضه لبس ولا بتاع، فهو ايه لمح كده يعني اللبس وسخ، قلت له هاته هاته هاته. والله وفرحان، واغسله له وانشره له وادوا له، فكنا بسعاده كبيره جدا. كم المهم ايه،
فجينا انت بتشيل اللبس في الشنط في المطار. أيوة. كده فاللعيبه الصغيره بتشيل شنط اللعيبه اصغر 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 خمسه. ايوه مظبوط. ولو صدفت بقى واللعيبه الجديده انا كنت اول سنه. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض ده انا هسيء سنتين مطحنه. والله العظيم كتابك اتخدلت. اتخدلت. بتشيل 30 شنطه. ايوه صح. للفرقه كلها. اللعيبه الكبار بهوات يا جماعه يحطوا الشنط ويجي اللعيبه الصغيرين او اللعيبه الجداد هم اللي يشيلوا. هو ده العرف يعني. المهم رحت جاي ايه فطبعا جبت الشنطه فانا معاه في الغرفه. فشايل بقى الشنطتين فطالع ففضلت مستنيه. اداني المفتاح بتاع الغرفه فطلع. قلت لو انا اخترت السرير قبليه هتبقى مشكله يطلع العرق ده. انا في 60 ده فضلت واقف مستني. قال لي انت ما قعدتش ليه؟ قلت له لا كابتن مستنيك. قال لي انت مؤدب. قلت له مش والله العظيم. اختار السرير. قال لي انت ده مش المهم. هو اللي اختار طبعا. المهم يا كابتن ايه الكوميديا بقى في الحته اللي جايه. أيوة. دي انت بتنام بدري؟ قلت له لا انا معاك انا معاك يا كابتن. الوقت اللي انت عايزه. ممكن تكون بتنام الساعه 10 جايين من اول. انا بنام بدري جدا. فالمهم يا كابتن غصب عني لسه فاضل بيبقى ساعتين على العشاء كده وصلنا بقى والعشاء. فعملت كده والله يا كابتن اخدت ضربه في دماغي عيني حولت. مش انت بتكذب؟ قلت له انا كذبت في ايه؟ قال لي مش قلت لي اللي انت بتنام متاخر؟ قال لي قوم يلا اتوضى. المهم ايه رحت اتوضى. حاضر. فاحنا بننزل فنادق طبعا اسم النادي الاهلي كبير. فنادق كبيره جدا. فوالله يا كابتن لقيته ايه قال لي تعالى بعد ما اتوضيته. انت ما عندكش حمام في البيت؟ قلت له ليه؟ قال لي ببص لقيت نقطتين نقطتين مفيش مزح. قلت له حاضر يا كابتن مساعدك. ده كان اول مره. اول مره. فانا بقى قلت انا ما عادش حد في سني ماشي في الطرق. صلينا. بعد ما خلصنا صلاه فهو دخل اتوضى وخرج قال لي انا رايح اقعد مع حسام فاضل ربع ساعه ما اتاخرش يعني. حاضر. انا ماشي بكلم نفسي يعني طب ما انا كنت قعدت مع حد في سني. أيوة. ابراهيم سعيد ولا سيد عبد الحفيظ ولا اي حد. المهم كابتن ماشي في الطرق بكلم نفسي كده ففتحت الحمام فلقيت بحيره. رحت الوليد صلاح. مش قادر تقول له. قلت له لا. قلت له مش قادر. قلت له ده انا لو جبت بط هلعبه في الميه. ايوه والله العظيم. بس ما قدرتش افتح بقك. ايه؟ ما قدرتش افتح بقك. ما قدرتش افتح. وانت اللي نشفت طبعا. لا. سبتها بقى زي ما هي بقى. ما قلتلوش حاجه خالص. ما قلتلوش. ما اقدرش. ما جاش قال لك انت اللي غرقت المكان. لا ما قاليش اي حاجه خالص. هو فضل مقفول لغايه الصبح ما اتكلمتش بقى خالص. بس جاء كابتن حسام قال لي قوم افتح. قلت له حاضر يا كابتن. انا قاعد نفسي انام مش قادر انام والله العظيم. فجه عمل حاجه غريبه جدا. حسام ولا ابراهيم؟ كابتن حسام. كان ليهم اتيتيود اتيتيود غريب جدا. ليهم نظرات وحركه كده. قال لي المهم دخلت. قلت له يا كابتن هو انتوا متعاقدين مع لعيب ولا شغاله في البناية؟ ده انت. قلت له تعبت. قال له حرام عليك يا ابراهيم. انا قلت حلو لقيت حد ينصر. فراح جاي لف كده كابتن وانا قاعد بقى. رجعنا من العشاء. انت عارف الحركه اللي جايه. قال لي انت زعلته؟ قلت له لا. وعمل لي حركه براسه كده غريبه. حسام بيقول لك انت زعلته؟ قلت له زعل. انا طبعا قلت له انا غفلت بس. قال لي انت بتطلع اسرار الاوضه؟ قلت له مش جريت على تعالى جريت. قلت احسن يضربوني الاثنين. لا ما بيعملوش كده. بس هم ايه ليهم طريقه معينه. بعد كده بقى قعدنا بقى